بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم خواتي المتابعات؟ اليوم حابة أقدم شوربة برغل. عندي هنا المكون الرئيسي برغل، مقدار كوب تقريبا. هذا منقع شوية بالماء الحار، انت تقدرين تستخدمين البرغل الناشف. عندي جزرة كبيرة الحجم قطعتها ناعم، طماطم مبشورة وتقدرين مفرومة، فلفل الوان، هذا فلفل اخضر وفلفل احمر اختياري، وهنا أنا عندي فلفلة حارة صغيرة قطعتها شرائح، بصل مفروم وفص ثوم صغير، ملعقة طعام، معجون طماطم، عصير ليمونة حامضة، نص ليمونة هاي، ملح وفلفل اسود. عندي بهاي الجدرية مي سلقت بيه كبة البرغل، بملح وبماجي بقر والمونة مالت الكبة اللي بداخلها لحم مفروم، راح اضيفه فوق هاي المكونات بعد ان احمسها. هنا حاطة الجدرية شوية واسعة حتى تكفي كل المواد، احمسها بنفس المكان ما احتاج طاوة. ضفت لها قليل من زيت الزيتون مالت الزلاطة وضفت عليها زيت عادي، حاليا انا مخلصة الزيت اللي متعودة اقلي بيه. المكونات بالتدريج، انت حسب قناعتك المراحل اللي تضيفين بها الخضار اللي محضرتها. بسم الله. كل الوان الحلوة ما شاء الله. هسه حبي اضيف المعجون. اضيف الطماطم، اريد الفلفل والجزر، كل شيء يتبلون. هذا اللي اضيف البرغل، الملح، الفلفل الاسود. هسه اضفت البرغل. بسم الله. بقيت شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. حبي اضيف هذا ماي الكوبا اللي عبارة عن ماجي و ملح والدسامة مالت لحم الكبة. هنا ابني اقترح نضيف لها معكرونة، قلت له ما يصير هي بيها برغل، قال لي تضيفي من هاي الحجم الصغير، وفعلا انا هذه النوعية اشتريها حتى اضيفها على الشوربات. ضفت لها مقدار بسيط من المعكرونة وشوية كمون، تركتها تفور حتى تستوي المعكرونة ويا باقي المكونات، واكيد تذوقتها حسيتها محتاجة ملح، واخر شي ضفت الحامض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شكلها النهائي، صبيتها بكاسات مختلفة الاحجام، ما مليتها كلش حتى اشوفكم هاي الكوبا بداخلها، عبارة عن برغل ناعم، وضفت له بقسماط من التوست احمصها بالفرن لانه كان عندي جليش كوبا، صارت كلش طيبة، بس ما اخليها هواية تقلب بالنار حتى لا تنفك، وقسم قليتها مباشرة. جربوها بهاي الطريقة كلش طيبة. انا ما نزل شي على قناتي الا اذا متأكدة من طعمه كلش طيب، ويذوقوه بالعائلة ويقولوا لي كلش طيب. نهاية الفيديو، اشكركم على حسن المتابعة، مع السلامة.